في سؤال آخر شيخ، اللي هو يقول لك عن الشيخ عثمان خميس، ذكر عدة أسامي في التواصل اللي هو تويتر في الأكاونت ماله، يوجد يوجه الشارع الكويتي للتصويت لهم في فترة انتخابات نطاق، فما رأيك في هذا؟ رأيي بالشيخ عثمان وغيره، أنا رافع إيدي بالمرة، هذا التوجه رافع إيدي بالمرة على الانتخابات بالمرة. صح عليه صباح، سأل علي ذوم الأيام صباح، من متى هالكلام؟ مو الحين، من زمان. حتى الصباح زعل علي وهذا. سؤال آخر. جزاه الله خير إن شاء الله سامحني. والله من شفتك اتصلت قلت والله قلبه طيب أحسن الله عزيز. اسمع. اسمع بارك الله فيكم. يا أخي أنا على وتيرة واحد من ذاك الوقت. أنتوا أهل المنطقة هذه أكيد فيكم رشايد. تذكرون أنا مرة قلت وتكلمت في مقر مبارك دويلة أول التحرير كان زاير حق مبارك دويلة خالد العدوة. ها صباح تكفى انقذني كلها صغار هذولي. اول التحرير الكلام هذا هنا عند التقاطع اللي عند الرابيه كان عنوان المحاضره امكانيه تطبيق الشريعه عن طريق المجلس. وجينا استاذنا مبارك دويله واذن لي جزاه الله خير وتكلمت لابس بشتى ذاك الوقت تذكر وقلت ما يطبق الشرع عن طريق المجلس، كيف هذا امر غير شرعي يطبق في الشرع؟ وصل وسيلة غير شرعية فكيف يطبق الشرع؟ ما يطبق والله هالكلام. أول التحرير يعني كم صار له؟ قبل 20 سنة صح؟ قلت وذا حل أحيانا راح تشوفون قدامكم ما يمكن شريعة تطبق بالديمقراطية كيف؟ وتشوفون وفعلا دخلوا ما طبقوا الشريعة لأنه كان أكبر شعار يرفع ذاك الوقت وأكثرهم تطبيق الشريعة. حتى وين ما تدخل أسانسير غيره كاتبين ايش؟ لا الشريعة ما ادري كذا غير شر الرحمن والملصقين الشريعة والشر وبوستراتهم وشعاراتهم. لما صادموا الواقع وجدوا ما تطبق الشريعة نزلوا مرحلة شوي ثانية ايش قالوا؟ قالوا اسلمت القوانين اسلمت يوم فلسهم للشريعة قالوا اسلمت القوانين هم حاولوا ما اسلمت ما أسلمت. ردوا الحين إيش قام يقولون مصالح وظائف بطالة مش عارف إيش. في ناس وجهوا لهم أسئلة صريحة ومحرجة كأذن إيش الفرق بينكم بين الليبراليين؟ حتى الليبراليين ترى يقولون نبي مستشفيات نبي وظائف نبي تعليم صح ولا لا؟ حتى كل العالم حتى الروافض اللي بروافض أجلكم الله أيضا يقولون هذا الكلام ويريدون إيش تحسين مستوى المعيشة. إذا لماذا هذا القتال الطويل والجهاد العظيم من أجل الوصول ما دام المسألة لا وراها لا تطبيق شريعة ولا أسلمت قوانين؟ بس توصل أيام التصويت أنتوا قبل أيام وكلكم عايشين ما يبلى بعد واحد كبير بالسن ما قالوا تغيير المادة الثانية وراحوا اجتمعوا بالجاخور وما سووا المادة الثانية ها نسى الناس الموضوع شوي وين المادة الثانية؟ قال مو وقت الحين. أول ما وصلوا ونجحوا كان يقول خالد سلطان لا مش الحين اصبروا شوي وكذا ويا شوي كوني شوي وانت ماشي. هذا الحين صار لنا كم 40 سنة ما تطبق الشريعة على طريق الديمقراطية. نمد الله بأعمارنا بعد نذكركم.